العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل، وربي يسعدكم ويسعد الكل. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما معانا على الخير متجمعين، وبعيد الأضحى مستمتعين. خلوا بالكم بس من صحتكم، خلوا بالكم جدا من كل حبايبكم، وقربوا على قد ما تقدروا بس سيبوا مسافات، وكمان خدوا كل الإجراءات الاحترازية. ومش عايزة حد كده من الناس، وأنا منهم يعني يفرطوا شوية في تناول اللحوم وخصوصا الضاني، ويرجع يقول أهياني. في نهاية العيد بنلاقي مشاكل كتير، لأنه في ناس كتير قوي بيبقى عندها مشاكل صحية وغيره، فيعني ما تصرفوش قوي في تناول اللحوم، وحسوا كمان ببعض وضحوا وتزوروا، لأن طبعا زيارة الأقارب وصلة الأرحام يعني من أحب الأعمال لرب العالمين. فربنا يا رب يتقبل منا ومن كل حجاجنا ومن حضراتكم يا رب صالح الأعمال. طبعا لازم نكون معاكم متواجدين خلال أيام العيد، عشان كده إحنا معاكم النهاردة في نهار جديد، نهار مختلف، نهار كلنا بنعيد فيه العيد فرحة لما حلوة. ربنا سبحانه وتعالى مدينا فرصة ان احنا موجودين في الدنيا، فنحاول نسعد كل حبايبنا، اللي مخاصم حد يصالحه، اللي بعيد شوية من قرايبه يقرب. صلة الأرحام ليها مقام كبير جدا جدا عند رب العالمين. صفوا النفوس، حبوا بعض، استمتعوا بوقتكم، لأنه اللحظة اللي بتعدي مش هترجع تاني. فالعيد حلو باللمة وبالحب وبالسلام اللي ما بيننا والراحة ما بيننا وما بين بعض. فكرنا بقى هنقدم لكم ايه في العيد، وفكرنا هنستمتع مع بعض ازاي بالأيام الحلوة الروحانية الجميلة دي. قلنا لازم يبقى معانا مبتهل جميل ومبدع، ومعانا قارئ فضيل وجليل. تعالوا نستمتع بيهم ونرحب بيهم، ونستمتع بأدائهم طبعا في قراءة القرآن الكريم وكمان في الإبتهال. اسمحوا لي أرحب بفضيلة الشيخ القارئ فضيلة الشيخ علي السيد. فضيلة الشيخ نورتني، وكل سنة وحضرتك طيب. انت بصحة وسلامة حضرتك، نورتنا. والشيخ الجميل يعني ذات الوجه البشوش المبتهل الشيخ عصر إبراهيم، نورتني وكل سنة وانت طيب. كل عام وحضرتك طيب، ومشاهدين قناة مصر الزراعية بكل خير. وانتوا بخير ودايما منورين ومتجمعين معانا. انا عايز اقول برضو ان فضيله الشيخ علي من دمياط، تحياتنا لازم، عشان انا اللي بيقول لنا من محافظات لازم احيي جدا اهل دمياط. كل سنه وهم طيبين. وطبعا فضيله الشيخ عصر من الشرقيه، صح كده؟ نعم. تحياتنا لكل اهل الشرقيه ومنورينها. خليني بقى أبتدي مع حضرتك طبعا بمعايدة حلوة على كل الأمة الإسلامية، وقد إيه فعلا مفروض مننا فضيلة الشيخ علي إن احنا نتزاور ونستمتع بالأيام الحلوة، ووصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لينا كده في عيد الأضحى المبارك. تمام. طبعا لازم صلة الأرحام واجبة في الأيام ديتي، علينا نتزاور ونشوف الأقارب والأحباب. يعني سبحان الله الأيام العشر الأول من ذي الحجة يعني ما شاء الله ما فيش أيام أحب إلى ربنا سبحانه وتعالى منها. صحيح. فأكثروا فيها من العمل الصالح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا برضو عايزة كلمة ومعايدة سريعة من فضيلة الشيخ عصر تعيد على الناس، تقول لهم إيه في عيد الأضحى المبارك. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الظروف الحالكة التي يمر بها العالم تأتي هذه البشريات. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ونفحات الله عز وجل كثيرة، منها عشر ذي الحجة، من اغتنمها فقد فاز، ومن فاته شيء منها فليبادر وليغتنم. أما عن المعايدة يكفينا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ذبح ذبيحتنا، من صلى ثم ذبح ونحر، فقد أصاب سنتنا. ويكفينا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله عليك.
صحيح صحيح. ما بشكرك على الكلمات الجميلة دي ربنا يبارك. وعشان كده أنا حبيت أبتدي بموضوع صلة الرحم، لأنه الزمن اتغير والنفوس اتغيرت وبقينا مشغولين عن بعض قوي، والمعايدات اللي بتيجي عن طريق التليفونات بالرسائل، لأ ارفع سماعة التليفون وصل رحمك، روح زور قرب من حبايبك. خليني فضيلة الشيخ علي أستسمحك نبتدي مع الآيات القرآنية الجميلة، نبتدي بها فقرتنا إن شاء الله. فضل السيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر كما هداك
الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه
صدق الله العظيم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أحسنت، ربنا يبارك فيك وفي صوتك يا رب. خليني أروح لفضيلة الشيخ عصر، قولي ابتديت مع الابتهال إزاي، وابتديت من كام سنة، وانت كان عندك كام سنة، ومين شجعك، وبتحب مين كمان من المبتهلين الكبار؟ والله أنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ابتديت الابتهال الديني يعني في العائلة كده، كان يكون في اجتماع عائلي عندنا في القرية في الأسرة يعني، كنت دائما أحب أنشد لمولانا فضيلة الشيخ محمد الطوخي، فاكر يعني قصيدة بحب أسمعها منه اللي هي عودي على أرض النبوة والهدى. وبعد كده اللي شجعنا شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد أحمد عضرة الذي تولى تعليم القرآن الكريم، وشيخنا وأستاذنا الأستاذ عامر عباس أستاذي في المرحلة الابتدائية، وغيرهم الكثير. وأما عن اللي أنا بحب أسمع لهم من القدامى، على رأسهم فضيلة سيدنا الشيخ السيد النقشبندي رحمة الله عليه، وسيدنا الشيخ محمد الطوخي، وسيدنا الشيخ نصر الدين طبار، ومن يعني الموجودين حاليا مولانا فضيلة الشيخ منتصر الأكرد. الله الله، كلهم أساتذة وأفاضل وشيوخنا الأجلاء، ربنا يبارك في صوتك وفيهم يا رب. يا رب. يعني عايزين برضو نستمتع بصوتك الجميل في الابتهال، تفضل. إن شاء الله. تفضل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عفوك ورضاك يا